هعمل معاكم النهاردة سمك بطريقة حلوة قوي مع الخضار اللذيذ جدا. عندي هنا سمك الفيليه هيكون متقطع التقطيع اللذيذة دي، عندنا كمان طماطم شاري، عندي كرات، فلفل ألوان صغير أنا هقطعه يعني فلفل الألوان وهنقطعه نشويه، عندي بطاطس القوارمة برضو متقطع مشوية بقشرها، بصل أبيض، ثوم، كمون، ملح، بابريكا، فلفل حار أخضر، وعندي كمان الشبت، الليمون، الخل، وزيت الزيتون. تعالوا نشوف أول حاجة هعملها، أن أنا عايزة أتبل السمك تتبيلة حلوة سريعة بس طعمها لا يعلى عليه. أهو هجيب السمك بتاعي كده، يا سلام يا سلام على ايه السمك بتاعنا. هجيب الملح اهو كده، هجيب الفلفل ومعايا الكمون، بابريكا، البابريكا بتدي طعم هايل للسمك، عندي الثوم طبعا، احنا ايه في الثوم مش عايزين نتوصى يعني، توصية بقى محترمة، وعندي الفلفل الحار، عندنا الشبت والليمون كده مع الزيت وايه ونقلب. دي تتبيلة نحطها وايه ونسيب السمك فيها 3 ساعات على الاقل. انا بتبل دايما معاكم، بس عايزاكم تعملوا التتبيله دي ممكن من بالليل وتسيبوه في التلاجة وارجع على طول برضو على الطبيخ، مش هيقول لي حاجه. شوفوا بقى الجمال، بصوا بصوا، عايزه كله يبقى متبل بالشكل الجميل الحلو ده اهو، يا سلام على الجمال. يلا بينا، هاجي كده هنا في كل طاسه انا مسخنه الطاستين، هحط نقطه الزيت بتاعتي وهقوم مدياها، بسم الله الطشه اهو. اهم حاجه نبقى مسخنين الايه الطاسه بتاعتنا، النهارده كله هياكل سمك ويتبسط جدا جدا جدا، عاملينه بطريقة جميلة جدا اهو. وهخلي دول علشان لما اجي اقلبه هقلب على الناحية التانية، شوفوا الجمال والشوية الحلوة. يا سلام يا سلام اهو، حلو قوي. تعالوا بقى ايه، هجيب اهي، هجيب هنا كده معايا الصينية اللي هدخلها الفرن بتاعتي، هحط هنا كده الفلفل بتاعي، فلفل مشوي في الفرن، رشة زيت بسيطة ويخش الفرن، وعندي البطاطس برضو بتاعتي القوارمة المشوية، بقوم حطاها زي ما احنا شايفين كده، بس بديها تاتش كده، بفتحها معاكم عشان تشرب الصوص لما احط السمك عليها اهو. شوفوا بقى الجمال وايه والحلاوه. دي صينيه سمك كامله متكامله، انا مش محتاجه اعمل معاها اي حاجه خالص خالص خالص. هنا هحط شويه من البصل ياخد الايه الطعم مع السمك بتاعي، وشويه من الطماطم هحطهم، وبعدين هنزل كل الكلام ده فين؟ في الصينية
بتاعتي. اهم حاجه عندي التتبيله، ان انا ايه اتبل السمك حلو قوي بيها، لما اجي احطه هنا الصوص يعمل صوص جميل قوي 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 في الصينيه بتاعتي اهو كده زي ما احنا شايفين. مش قادره احكي لكم على جمال وحلاوه طعم السمك هيبقى عامل ازاي. وايه هنزل بقى هنا كده رشه خل بسيطه على الناحيتين. يلا بينا هجيب صينيه بتاعتي. يلا وهاخد بقى السمك وهبدا ان انا ارصه. بالمنظر ده على الخضار بتاعنا. طبعا مش قادرة احكي لكم جمال وحلاوة الوصفة بتاعتنا. وشوفوا بقى السمك اما يخش الفرن ويكمل السوى اهو، ونحط عليه الصوص الجميل بتاعنا اهو. شوفوا شوفوا شوفوا، عرفتوا الخضار ليه حطيناه هنا؟ عشان اقدر ان انا اطلع الصوص بتاعه واقوم حطاه معاه، ده بيطلع طعم فظيع. يلا بينا كده وندخل الفرن كده. تعالوا نشوف اخبار صينيه السمك بتاعتنا ايه. بصوا الجمال والحلاوه، انا لسه سايباها تاخد شويه حلوه محترمه.